الحمد لله الأعز الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله خلق فأبدع وألهم وحكم فعدل وما ظلم وأنعم على خلقه وتكرم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمي الملهم قاد خير الأمم وأرشدها إلى أعالي الهمم وبلغ دين ربه وتمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حملوا الرسالة وتعالوا عن اللمم أما بعد فاتقوا الله عباد الله من طلبة العلم قال تعالى في محكم كتابه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم إخوتي الطالبين والدارسين اعلموا أن القراءة هي السبيل الموصلة إلى اكتساب العلوم والتزود من المعارف والحكم وقد حازت هذه القراءة والمطالعة في الإسلام منازل الشرف العظيمة ونالت مراتب الفضل الجليلة فكان الأمر بالقراءة هو البداية لرسالة الإسلام الخالدة وأول كلمة نزل بها جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ثم أقسم الله سبحانه بآلته القلم في كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون وهو أول خلق خلقه الله سبحانه وتعالى كما صح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى والقلم يا طلاب اليوم علماء الغد يا أبناء اليوم رجال الغد والقلم خطيب الناس وفصيحهم وواعظهم وطبيبهم فبالأقلام تدار الأقاليم وتساس البلاد والمماليك والقلم يا من يفهمون نظام الأفهام الثابت وبريد اللسان الصامت أيها الطلاب اقرأوا واقرأوا واكتبوا فاكتبوا ثم اكتبوا فإن الكتابة بالقلم وقراءة نتاجه شرف للمرء ورفعه وبه تخلد العلوم ومما لا ريب فيه ولا شك أن القراءة لها منافع كثيرة وفوائد كبيرة فبها يرتقي الإنسان في كل شأن وميدان إذا قرأ المسلم ما ينفعه حظي بالنفع وارتقت منزلته وارتفع مستوى تفكيره واستقام في سلوكه ولا يستوي من لديه علم ومن ليس له علم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معشر الطلاب فالقراءة غيث والعلم والأخلاق ثمرته فحري بنا معاشر أمة اقرأ أن نخصص للقراءة والكتابة والمطالعة نصيبا من أوقاتنا وأن نجعل للكتب المفيدة النافعة مقاما في بيوتنا وقيمة قيمة في غرفنا وحجراتنا فبالقراءة يزداد العلم ويتغذى العقل ويحيى القلب وتسعد الجوارح قال تعالى وقل رب زدني علما نفعني الله وإياكم بما في الكتاب والسنة من وعظ وتذكير ونصح كالعطر والعبير إن الله جل في علاه هو الأول والآخر
والباطن والظاهر وعلام الغيوب وبكل شيء عليم. أقول قولي هذا وأقدم، وأنا تائب من كل ذنب ومستغفر، فاستغفروه أنتم وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وجمع به بعد الفرقة، ولم به بعد الشتات. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر وواعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها المتعلم، اقرأ كثيرا وكثيرا، واكتب أحسن ما قرأت، واحفظ أجمل ما كتبت. ولقد أحسن القائل: العلم صيد والكتابة قيده. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أيها القارئ، القراءة ترشد العقل وتنقل الخيرات، ثم القراءة صانعة الأمم، وهي رحيق اللغة وغذاء الروح. هذا، وسلموا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، كما أمركم من جل في علاه، إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد بن عبد الله أبي القاسم، ما تعاقب الجديدان وتتابعت المواسم. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، سادتنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، يا رب العالمين، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعادلوا عباد الله في جميع أموركم وشؤونكم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر